أصدقائي الأعزاء، بشرط مطول الوقفة بتاع سيدي أبي يعقوب يوسف اللي يقع فيها كل سنة، هقترحهم على الموتى بالكامل تقريب مواطني القفصة، وبشرط نشوفوا إيش يقع داخل هذه المنطقة. إحنا تو قبل المغرب بساعة تقريب وبدأت الناس تجي المقبرة بتاع سيدي بن يعقوب باش يبدوا يترحموا على الموتى. بطبيعة الحال بعد المغرب باش تولي الحركة تكثر. هذا ضريح الولي الصالح أبي يعقوب يوسف اللي نسبت إليه هذه المقبرة. المقبرة بطبيعة الحال مقبرة فسيحة جدا، كبيرة ياسر، تقع في قلب المدينة، تحيط بها الأحياء كاملة، الدوالي والمولى والعسالة، وسط المدينة كلهم يحيطوا بها، وهي مقبرة كبيرة جدا، والمواطنين يجوا في كل عام في هذا اليوم، مثل هذا اليوم بالضبط ليلة 27 رمضان، يرحموا على الموتى ويقرأوا عليهم ما يتيسر من القرآن الكريم. احنا تو قبل المغرب الحركة بطبيعة الحال هي متوسطة، لكن بعد الفطور باش تمتلئ المقبرة بالناس اللي رحموا على الموتى بتاعهم. الحمد لله صدقنا وعد في الأرض والقبول إلى حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وأطار الملائكة الحافلين حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بهم الحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله المصطفى الكريم ولحم الخمجي العظيم ولم بلغ مقرانا ولم يكن. السيد عبد الستار مرحبا بك. كيفاش عاد حدثنا على العادة هذه الموجودة في قفصة؟ وفي حندلية دأبت الأمة الإسلامية أن تتواجد في هذه الليلة المباركة ليلة القدر خير من ألف شهر، وخاصة في قفصة هي عادة طيبة باعتبار أن القفاصة الكل يجوا الليلة من الصباح هم يبدو إلى حدود المغرب، وبعد صلاة العشاء كلهم يجتمعوا، معناها أطفال وكبار ونساء وعائلات، هو أولا يترحموا على الأموات ويزوروا المقابر، وثم هم يتقابلوا ويتحدثوا فرصة أن فرصة تعليقاء معناها طبيعة الحال هي اللقاء، معناها اللي قعد عام وما جاش القفصة واللي قعد عامين وما جاش القفصة تجي الفرصة هذه معناها باش يتقابلوا ويترحموا ويتحدثوا، وربي أجر جميع وربي يرحم الجميع المسلمين. ثم حتى اللي جا من الخارج عبد الستار، ثم هذه قلت لك من العادات الطيبة اللي دابت عليها خاصة هنا في قفصة، الناس نتقابلوا من الصباح أنت والواحد أنت والمناسبة، معناها مع نص النهار في العشية في الليل العائلة تتقابل تجي معناها تزور تجي تترحم تجي تقرأ القرآن. السلام ولدي، اشبيه عندك اشبيه؟ مد وشمع. وريني الشمعة ترى. الشمعة. هذه الشمعة، هذه الشمعة، وهذا الشمعة ب 300. ب 300 والند. والند ب 100. هز فوق الند. والند. ايوا. ديما تبيع ولا كان ليلة؟ والله كان ليلة، كان ليلة 27. ليلة 27. هذا السلعة بتاعك. أنت مع هذا المساعد بتاعك هذا؟
هذا الزميل بتاعي. الزميل بتاعك ان شاء الله ربي يجيب القسم. ماشي. وعيد. عيد ان شاء الله. بعد المغرب تبدا الناس تجي باش تزور وباش ترحم على الهم. مقبرة سيدي عبد الملك في القصر. زاوية سيدي عمر. I'm gonna get it.